بادئين الابتي من الاول، فاحنا دلوقتي خدنا بس درسين، ممكن اي حد يرجع لهم. خدنا مقدمة عن اللغة وخدنا درسين فيهم بدايات الحروف وبدايات نطق الحروف المتحركة وكم حرف ساكن. فياريت اللي ما بدأش لسه ممكن يرجع للتسجيلات ويكمل معانا. ده بأوشن ماشون، الدرس الثالث في السلسلة. نراجع على اللي خدناه المرة اللي فاتت، فياريت بس ايه نبدأ نشوف الحروف الساكنة، نشوف مين معانا. دكتور مايكل، ايوه باشمهندس، ماشي اتفضل. ده ايه الحرف ده؟ سيما بيتنطق ايه؟ سي يعني سين او صاد، ولو كمان نقطة. لا مش عارف، سين او صاد او زين، امتى سين في جميع الحالات، صاد امتى؟ لما بيجي بعدها زي حرف متحرك او لو جه بعدها اوميج، لو جه بعدها الالفا او الاوميجا، الاو كبيرة، الالفا او الاوميجا بنضخم صوت السيما بيبقى صاد، يعني بنقول صا او صو. الزين في حالة كلمات اليوناني لما يكون قبلها حرف المي. اوكي، يعني زي ما بقول كوزموس لما يكون بعدها حرف المي فنقول كوزموس، ما بقولهاش كوسموس، بنقولها كوزموس. أستاذ عماد، الحرف اللي بعد معاك يا باشمهندس، الحرف ده حرف ده حرف التي يعني طب اوكي، بغض النظر عن ايه بيتنطق ايه، بنتنطع يا اما حرف الت في كل في معظم الحالات او حرف الدال لو قبله حرف الني في الكلمات اليوناني تقريبا كده. و اوكي التالت برضو، لا مش فاكر التالت، نفس الاثنين دول توأم، يبقى لو السيما جه بعده حرف والصاد الاوميجا. توأم. طيب يعني في حالة اوميجا النطق الطبيعي والالف بالضبط، النطق متفق بتاعه بقى لو ايه في حالة حرف الطاء. وجود بعده الفا او اوميجا هيتنطق طه، يعني نقول طايوت ما اقولش تايوت، اقولها طا، اقول طولي ما اقولش تولي. ماشي، في الكلمات اليوناني بتتنطق مسبوق دال لو جه بعدها حرف ني ني، يعني نقول بان دوكراتو. دوكراتو. ماشي، او نقول اندولي اندولي. اندولي. اوكي، يبقى يتنطق دال في الكلمات اليوناني لو جه بعدها حرف ني. ني. اوكي، هنا بيتنطق السيما زين. بيتنطق زين في الكلمات اليوناني لو جه بعدها حرف المي. اوكي طيب، استاذ عبد السيد، ايوه ماشي الحرف ده ايه؟ الحرف فين؟ ماشي. طب بيتنطق ايه؟ بي اتش، الف بتاعه البي اتش اللي هي اللي بيبقى الشفه فيها مقفوله شويه، يعني اللي هي بتطلع هواء. ف ف مظبوط ف. تمام، ال فادي سمير، ايوه يا باشمهندس، الحرف ده هو انا ما كنتش حاضر معاكم الحصه اللي فاتت بس تقريبا شاي، مظبوط شاي لو نطق واحد اللي هو مين. شي. تمام طيب، استاذ هاني سمير،
معنا؟ معاك يا هندسة، بس أنا ما كنتش متابع، كنت بطلع، أنا آسف يعني. طيب، أستاذ فريد؟ فاي. فاي، ماشي، النطق؟ ف. ف، ف اللي هي الإف، اللي هي وأنا بنطق ببقى فاتح بقي، يعني فا، 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 بلاقي مش مثبت الشفة وبزق هوا زي البي اتش دي، دي ببقى فاتح بقي بقى فا فو، بلاقي الشفة مفتوحة، الشفة نفسها غالبا ما بتتحركش جامد في ايه في نطق الفاي. معانا ماريا وجي، طيب مايكل عادل، حرف الخاء، خاء خاء نطقه، ما هو اعتقد خاء 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 خبر، ماشي، ما يجيش كا او خاء، هو خاء، هو النطق الخاء، النطق هو اسمه خاي، ماشي، ما بنطقش غير نطق واحد اللي هو خ. تمام، ماشي، اوكي. طيب اللي بعده استاذ مينا، حرف الهوري يتنطق هي. اوكي، دي حروف ساكنه خدناها بقواعدها. طيب خدنا حاله خاصه، خدنا حروف الضم المره اللي فاتت، كان هو ايه الاوميكرون اللي هو ده، الاوميجا اللي هو شبه الدبليو الاو الصغيره والاو الكبيره اللي هي او او او، وخدنا الاوميكرون ابسلون اللي هي او اللي هي الضمه الطويله، ماشي، خدنا حاله خاصه لنطق الاوميكرون ابسلون اللي هي اذا كانت من اصل الكلمه، يعني ما كانتش اداه نكره مثلا جايه قبل الكلمه، او ما كانتش جايه كماله لاي مقطع متضاف على الكلمه، زي مثلا لو قلنا اف تو او مثلا كرقم أربعة مركب ولا اي حاجه، لو كانت من اصل الكلمه نفسها وجي بعديها حرف متحرك تاني، ساعتها الإبسلون هتتنطق واو، وفي الحالة دي الأوميكرون إبسلون على بعض ما بنتعاملش معها كحرف متحرك، بتعامل معها كحرف ساكن واو، بمعنى بيبقى نطقها أو أو، يعني بنقول أوا أوي أوو أوي، أوكي، ما بنقولهاش أو آ، ما بنقولش او اي، ما بنقولش او او، بنقول او، اوكي. كلمات المره اللي فاتت حد فاكرها؟ حد بص عليها؟ يعني فاكرين شويه. نور، نوفي يعني سعيد، نوفي شويه سعيد. اثنين استاذ فريد، اول كلمه ايه؟ اوني يعني النور، نور، او ويني، طبعا احنا ايه، هو طبعا متعرف عليها بنقول او اويني، بس لو اتبعنا قواعد النطق صح، دي اوميكرون ابسلون وراها اوميجا، تبقى او ويني، ويني، اوكي، يبقى هتاخد ايه واو كده، اويني اويني، ماشي، يبقى اويني يعني نور. اللي بعدها استاذ عماد، نفري يعني سعيد، نفري يعني سعيد. طيب استاذ عبد السيد، ايوه نفري،
انشاي نوفري انشاي نوفري انشاي يعني لا مش عارف لان ما حضرتش نص الحصه. اوكي عيد سعيد شاي يعني عيد نوفري ان شاي يعني عيد سعيد. اوكي طيب استاذ سيدي سمير نوت نوتي 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 يعني لا مش عارف انا عارف نطقها بس اله 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 لو قلنا اف نوتي يعني الاله او الله تمام نوتي بس معناها اله. طيب استاذ هاني سمير استاذ كمال شيري بالراحة كده انت تاني شيري شيري أكد على نطق الايه احنا بنتكلم ايه دلوقتي بنتكلمش ألحان فنركز على نطق الحروف المتحرك شيري شيري معناها ابن. طيب واللي بعدها شيري شيري معناها سلام ابنة ابن ابنة شيري ابن شيري ابنة. طيب ال ماريا معنا مايكل عادل همسي هم هيم مش هم هيم هم سي هم سي هم سي يعني لا مش متذكر لا جالس يجلس هم سي بفعل بمعنى يجلس. ال ده مين معايا؟ طب اتفضل طب قول سو يعني يش واللي بعديها مانول معايا ايوه ها نركز دي تبع القاعدة الخاصة بتاعت الاوميكرون ابسلون اوميكرون ابسلون وراها حرف متحرك يبقى هنا الابسلون هتتنطق واو هتاخد واو معانا يبقى مش في الاخر لازم تتنطق كلمة واحدة مش هنقطعها هي اووم اووم ووم يعني ياكل لو قلتها اووم كده كاني فصلت الكلمه المقطع او بقت كانها اداه نكره وام ادور على معناها بقى في القاموس اوكي لكن عشان تبقى كلمه واحده هي اووم. استاذ زكي ايوه أريه موت أريه موت نشكر يعني أو يشكر أريه موت أريه موت يشكر لا خلينا بص عشان بس نركز أنت شيء به موت يعني يشكر أريه موت يعني تفضل أو أوكي هي كلمة أري معناها يصنع واهمت نعمه يعني اصنع نعمه اللي بقوله اتفضل يعني اوكي تمام تمام
شيب اهمس يعني اقبل نعمه يبقى بشكر. اوكي طيب خلينا هنا يبقى اري اهمس تفضل. استاذ مين عدلي؟ اوش اوش معنى لا مش فاكر نقول نيم نا اوش من سوف. انت لسه عامل دلوقتي ايه؟ يقرا نيم نا اوش من سوف يقرا نيم نا اوش من سوف يقرا اوش يقرا تمام اوكي. جمل دي جملتين محادثة معروفين. أستاذ مينا مكتوب إيه مينا جميان معاك يا باشمهندس اتفضل. دي إيه ناني روحي ناني روحي يعني صباح الخير good morning. طب عشان خاطر عشان كتبت طيب. الأول يعني مساء الخير. طيب ناني يعني جود روحي مساء يبقى مساء الخير. طيب اللي بعدها لسه ناني ناني تو اوي ناني تو او او وي. طبعا هنا عشان ايه بورا الاوميكرون ابسون حرف متحرك تاني اخذ الصوت الواو تو اوي ناني تو اوي يعني صباح الخير صباح الخير. يبقى تو اوي هي الصباح روحي هي مساء. طيب استاذ مايكل رومبي رومبي يعني سنة. طيب واللي تحتيها آها أو سي يعني نعم. آها سي نعم مضبوط ماشي. طيب أستاذ عماد سوما سوما يعني جسد جسد. واللي بعدها أستاذ عماد كاهي يعني كاهي لا مش فاكر كاهي الأرض الأرض أرض تمام. طيب ده تخلينا أستاذ فريد في في يعني السماء في يعني السماء في ركز على النص في 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 في. طيب واللي بعدها رومي يعني رجل رومي رومي, رومي. أوكي. أنهي كلمة اللي هي إس هيمي إس هيمي إس هيمي إس هيمي إس هيمي مي إس هيمي أوكي كسرة صغيرة كسرة صغيرة إس هي مي معناها؟ لا مش فاكر. طب اللي فوقها رجل زوجة امرأة أوكي إس هيمي. من إيمانويل زو زو رون ولا دورون؟ زو رون زو عشان بعدها يعني مظبوط تمام تقدمة يبقى هي ايه هدية عطية تقدمة تمشي ماشي هي زورون. طيب الأستاذ سامير
معلش، هو الحرف الأول ده لا؟ صح مظبوط. لاس 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 مظبوط. نعم يعني المعنى، المعنى سامحني ما أعرفش، أنا آسف. لسان لسان ماشي. المجموعة كلها مع بعض مين يقولها لنا؟ أستاذ كمال كارلوس هيقول لي يا باشمهندس بعزيز. أورو 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 معناه ملك. طيب ده أورو ملك. اللي بعديها أورو أورو، يبقى دي أورو، دي أورو طويلة شوية نفس الضمة بس أورو تبقى ملكة. ملكة. نقرا اللي بعديها بقى. أورو أورو معناها، لا منطقها الأول. أورو أورو يعني ملوك. ملوك. آخر واحدة أستاذ زكي. إمون يعني ده يعني لا ما أعرفش. لا ماشي. سي يعني نعم. إمون يعني إمون يعني لا. لا ماشي، مش إمون، خلي بالك دي أوميكرون. أوميكرون يعني أو صغيرة. إمون إمون مش إمون. إمون في الثانية. دي الحروف المتحركة اللي احنا خدناها. ألفا هي حرف الفتح اللي خدناه، هو هو حرف واحد بيعبر عن فتح. الأي الإيت اليوتا الإيتا هي حروف كسر في الإبطي. حروف الضم الأوميكرون الأوميجا والتركيبة بتاعت أوميكرون إبسلون على بعض، هما دول بيعبروا عن الضم. طب إيه الإبسلون؟ الإبسلون بالضبط هي هي الإيتا في الكلمات اليوناني في حالة إذا جه قبلها حرف ساكن. يعني في الكلمة اليوناني لو جه قبل الإبسلون حرف ساكن بتتنطق زي الإيتا كسرة طويلة، يبقى دي هتبقى في في آ لي. واضحة؟ في آ لي. يبقى الكسرة دي هي هي نفس الكسرة دي في آلي اللي هي معناها تصل. أو إذا كسرت أول الكلمة برضه هتيجي الكسرة، يعني كلمة إي وطبعا ده هنا يوتا جاي ورا بعديه وقبليه حرف متحرك يبقى هيبقى ي، يبقى إي يوس. إي يوس اللي هو الابن باليونان. هنرجع على قاعدة برضه بسيطة عشان نبقى فاهم. حرف الايه؟ الفيتا. حرف الفيتا لو بصينا في اي في جدول الحروف هنلاقيه هو على طول ايه؟ بيتا شبه البي الانجليزي هو ب، الا في حاله يعني زي مثلا دي بقول ايه؟ تيبت. تيبت اللي هو سمك. طبعا بيجي بحرف صوت حرف ب لو جه وراء اي حرف متحرك. يبقى اذا جه بعده حرف متحرك سواء فتحه او كسر او ضم بيتحول ل ف، يعني بقول فال فيلي اللي هو اعمى، سوفي اللي هو ضحك او ضحك او سخر فعلا. ماشي، بقول فول زي فولي فول حل، لافو اللي هو اسد، فوفو
اللي هو ضياء او لمعان. اوكي نقطة حرف اليوتا نفتكر برضو الحالة بتاعته، لو جه وراه حرف متحرك تاني ما بيعتبرش حرف متحرك، بينطق يه ساكنة واي. يعني بقول يا او اي، بقول يو او اي، بقول يو او اي، بيبقى بنطق يه مش بنطق كسر. مش هناخد حروف خلاص كتيره المره دي، هناخد بس حروف الاربع حروف دول، دي عباره عن حروف مزدوجه الصوت. يعني ايه؟ يعني كان عندنا حرف الكاب الكي وحرف السيما، لما انطقهم على بعض بقول كس كس، فحطوها في الصورة دي، يبقى ده حرف بيعبر عن الصوت اسمه اكسي، بس ما بقولش الايه اللي في الاول، انا بقول كس. نفس الموضوع حرف ده لما اجي انطقه ت س، يبقى بس ده هو سي، الحرف اسمه ابسي بس بيتنطق ب و س بس مش ابس، ما بحطش الابس الا لو في جنك موجود. الحرف ده هو ش اللي هو تشيما، ش ش. حرف الاخير ده، ده احنا قلنا ده حرف الطاء اللي بيتنطق يا تي يا ط يا دال في بعض الاحوال، ماشي. هنا جاي وراه حرف اليوتا فهيبقى تي، فالحرف اللي شكل الصليب ده ومايل من تحت على بعضه بيتنطق تي. دول واضحين؟ اللي عنده اي مشكله في الحروف دي يقول لي اعيد النطق. يبقى عندي ده كس بس ش تي. طبعا احنا اكتر حاجه بيتلخبط فيها في النطق نطق التي، فنركز عليها. التي اللي هو شبه الصليب، اللي هو نبدا نقول شبه التي السمول في الانجليزي، دي تي مش ت بس. اوكي ناخد كلمات على دول. ممكن اول كلمه استاذ مايكل تقراها لنا. نيب. نيب صح. معنى سيد او رب. طيب اللي بعدها برضو ني فين. ني فين هنا اتنطقت ب علشان وراها حرف متحرك، يبقى ني فين هي كل او كل. ماشي طيب. استاذ عماد. فاكي. فاكي بمعنى مدينة. مدينة. اللي بعدها طب. طب معلش ركز على الحرف المتحرك الموجود. حرف متحرك طوب. طوب هنا قلنا طبها، لما اقولها طبها كده حولتها كانها صغيره اوميكرون. لا هي طوبها. طوبها طيب بمعنى يطلب. اوكي طيب. استاذ عبد السيد. ايوه. ايوت. اليوتا هنا وراها ايه؟ حرف متحرك. حرف متحرك. ايه؟ ايه؟ يتنطق ايه؟ مش اي. يوت. 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 يوت يبقى اب. اللي بعدها ايه؟ انت ايه؟
يوم 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 مظبوط. ي وراها حرف ضم بس صغير يبقى صغير. يوم 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 معناه بحر. بحر. طيب إيمانويل سامعك إيمانويل. طب أستاذ سيدي سمير ده الحرف اللي في النص ده خ؟ لا ده ف اللي هي الاف ف ف إيفت إفت إفت على طول إفت ما تفصلش ما فيش حاجة تخليك تقرأ اليوتا لوحدها ده هي إف افت على طول تمام افت. تمام افت يعني مسمار اللي بعدها اي رو يارو 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 اليوتا هنا وراها حرف فتح يبقى إي. مش هتبقى اي هتبقى يا يا يارو يارو يه ساكنة خلاص بقت يه ساكنة ما بقتش حرف متحرك يارو يارو نقول نيارو يعني أنهار يارو يعني نهر نهر واحد أستاذ كمال أكسيوس أكسيوس صح يعني مستحيل طيب واللي بعدها أكسية أكسي أكسية يعني مستحق مستحقة تمام أستاذ مايكل ساريكس 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 يعني جسد جسد وخدنا كلمة تانية بمعنى جسد اللي هي سوما ساركس سوما سوما ماشي طبعا دي من ضمن الحاجات الضعيفة في اللغة العربية ان الاثنين معناهم جسد بس نبقى نتكلم على الفرق ما بينهم في مرة تانية بس هي واحدة معناها جسد اللي هو جسم كامل واحدة معناها جسد اللي هو الفليش اللحم واحدة اللي هي بادي واحدة اللي هي فليش يعني فالاثنين بيترجموا في العربي جسد بس احنا بنقول افيتشي ساركس يعني تجسد يعني اخذ جسد اخذ لحم بس في نفس الوقت نقول سوما نقول هذا البادي الجسم كله طيب استاذ مينا عدلي تيماتي 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 سترومبي تيماتي يعني مصرة 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 يعني تيبرتينوس تيبرتينوس تيماتي العضلة المصرة طبعا ايه بنهزر يعني تيماتي معناها كلمة مصر فرحة او مصر طيب واللي بعدها موتي 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 ده يدعو وده فعل لوحده اسمه موتي يعني يدعو موتي يعني يدعو تي بس يعني يعطي تياتي ياتي يبقى ايه طيب استاذ زكي
إبسالنوس. طيب ممكن نلغي الإيه اللي في الأول؟ إبسالنوس. س س سه على طول. سالموس. سالموس يعني؟ مزمور. اللي بعدها؟ إبسالمودية. صلمودية. صلمودية صح. صلمودية. اللي بعدها بالمرة؟ سالتيريون. 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 مظبوط. اللي هو مزمار. أستاذ فريد؟ شرومبي. 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 شرومبي هي؟ حمام. اللي بعدها؟ تشويس. تشويس يعني رب أو سيد. رب أو سيد. اللي بعدها؟ تشي. تشي يعني؟ يأخذ. يأخذ. يبقى لما جمع شي فاركس يعني أخذ جسد. ليه أبونا بيقول أبيتشي فاركس تجسد. أبيتشي فاركس هي تشي يعني أخذ, فاركس يعني جسد. يبقى هي تركيبة من الكلمتين أخذ جسد. يقول لما أنا أقول تشي بهمت يبقى بعطيك الشكر. يعطي شي بهمت شكر. يبقى أخذ بمعنى شي, يعطي بمعنى تي. ماشي. الأسبوع ده أنا هبعت على الجروب إن شاء الله ال ده هيبقى معانا مجموعة الأسماء دي, نحاول نكتبها ونبعتها. التدريب على الكتابة ده هيخليني أبص على الحروف في الفايلات, نكتبها مرة اثنين ثلاثة, هنلاقي أصوات الحروف كلها قرب بعد الاسم الرابع الخامس, هلاقي إن أنا مش محتاج أبص عليها على طول, وهلاقي بدأت أضبط استخدام الحروف المتحركة اللي احنا خدناها. ده هيبقى شبه واجب بيتعمل إن شاء الله الأسبوع ده, ونحاول نبدأ نشوف منه أمثال بداية الحصة الجاية. حد عنده أي أسئلة؟ شكرا يا باشمهندس. تعيش لكل مره. المره دي مش عايزين نزود بعد محاضره دكتور أرساني المحترمه. ربنا يخليك. لا يعني كلنا استفدنا. تعيش يا دكتور أرساني. تعيش يا باشمهندس ماجد. طيب يا باشمهندس اختم لنا. بنيوت اتخيني في اول مارف توف انجي بكران مارف اي انجي تيك ميت اورو بين اويك انتي راستي ميف نان انفو او ووه كاني يات ايرون ناني فول امي بريتي هون انتين كو ايفول ووه امبير انتين ايخون اي بي رازموس الانا مين ايفول ها بي بيت هو خين بخريستوس ايسوس بن تشويس كريتوك تيتي مت اورو نمتي جم نمبي او شا اني امين. شكرا يا باشمهندس. تعيشوا لكل مره.